واما الآية الاخيرة وهي الكلام فيها قليل فهي الخسوفات الثلاث. والخسف هو الذهاب في الارض والغيبوبة فيها. والخسوفات الثلاثة خصت بالذكر لعظمها، وإلا فالخسوف قد وقع قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: قد وجد الخسف في مواضع، لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوفات الثلاث قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. وأظنكم تذكرون أنه مر بنا أن جيشا يأم الكعبة يقصد الكعبة يخسف الله به، وهذا في آخر الزمان. وسيقع خسف في جزيرة العرب عظيم في آخر الزمان، وسيقع خسف بالمغرب، وليس المراد بالمغرب ما يسمى بالمغرب الآن، وإنما المراد بالمغرب الغرب، ويقع بالمشرق، وهذه الخسوفات العظيمة. وسيقع خسف في آخر الزمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. يعني هناك قوم سيقع فيهم خسف ومسخ وقذف. قال بعض أهل العلم: يقع ذلك في قوم معينين، فيمسخ بعضهم ويقذف ببعضهم ويخسف ببعضهم. وقال بعض أهل العلم: يحتمل غير هذا. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ ما هي علامة الخسف؟ قال: إذا ظهرت القينات، أي المطربات، النساء المغنيات، والمعازف، وشربت الخمور. رواه الترمذي وصححه الألباني. ونحن والعياذ بالله في هذا الزمان نرى شيئا من هذا، فقد ظهرت المطربات، وأصبح بعض من لا يخافون الله يتباهون بمجالس المطربات، فيحضر أحدهم مطربة تغني ويعزف بالمعازف ويشرب الخمور في المجلس. لكن يظهر والله أعلم من الحديث أن ذلك سيكون عاما والعياذ بالله، يعني يكون ظاهرا في الناس، تظهر المطربات والمعازف وتشرب الخمور في حفلات عامة، ولا ينكر ذلك ولا يؤمر بمعروف. وهذه كما تقدم معنا هي علامات آخر الزمان. إذا ارتفع العلم وظهر الجهل وقدم الجهلة على العلماء وظهرت المنكرات وجاهر بها الناس عموما، حتى يزني الرجل بالمرأة على قارعة الطريق ويزني الآخر بجواره والعياذ بالله، فلا ينكر ذلك ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. إذا ظهر هذا فهذه علامات قرب ظهور العلامات الكبرى. إذن العلامات الكبرى ذكرنا لها علامة سابقة، ما هي؟ ملحمة الروم، كثرة الروم والملحمة التي تقع بيننا وبينهم، وأضيف ما ذكرناها اليوم. فهذه علامات على قرب ظهور الآيات الكبرى. ولعلنا نقف هنا اليوم، وغدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن آخر الآيات ذكرا، وهي النار التي تطرد الناس إلى المحشر، والكلام فيها قليل. ثم بعد ذلك كما قلت مقدما سنتكلم عن أمر من الأهمية بمكان، وهي ضوابط في الفتن تتعلق
بأسباب السلامة وأسباب الوقوع. فنذكر أسباب الوقوع من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لا يعرف الشر يقع فيه. ونعرف أسباب السلامة لنكون من أهلها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.